اهلا وسهلا فيكم، السلام للجميع. احنا في منطقة القرم في مدينة اسمها ألوشتا، هون ببيعوا شغلة اسمها كريمسكي تشيبريكي. التشيبريكي هي عبارة عن أكلة مشهورة في القرم، بكلوها التتار. هي عبارة عن خبز بتكون رقيقة كتير كتير، بحطوا فيها الشغلات، لحم، الرز، الصير اللي هو الجبنة، وبقلوها. طبعا اشي خيالي، حورجيكم اياها، خليكم. Ну, ну как? Ну, выезжайте от кассы прямо, там... Как в Севастополе, показал фокус своим. Это наш город закрытый. Ну, это все. طبعا اخذنا التشبريكي، هناكلها مع صاحبنا بوشكم. بوشكم طبعا من اشهر الشعراء الروس، كتب شعر كثير زي احمد شوقي عندنا يعني. ما شاء الله يا بوشكم، راحت عليك التشبريكي، صحة وعافية يا جماعة، لازم تيجوا تاكلوها. هاي شايفين اشي خيالي. هذا مية اللحمة نزلت منها، يعني ريالتي انا كمان. It's caught in the crossfire.